نبدأ بالمحاضرة الثانية اللي نسيت أشرحها عبرتها. نبدأ بيها. أول شيء عندنا بولي إكسكلوشن برينسيبول، مبدأ بولي. شو يقول؟ يقول هذا المبدأ إنه الإلكترونات، إنه إحنا عندنا أوربيتال وأوربيتال بي إلكترونات اثنين، يقول ذن التو إلكترون شبيهم ما يكونون عندهم سيم انرجي. يقول ان ذن الالكترونات الاثنين الموجودات بنفس الاتم ما عندهن شنو نفس الانرجي، وما عندهن شنو نفس الكوانتم نمبر. هذا يقول هنا من اول صفحه باختصار انه ذن الالكترونات الاثنين، هذا واحد وهذا ثاني، واحد يدور عكس عقارب الساعه واحد ويا عقارب الساعه، يقول انه ما عندهم نفس الانرجي وانه ما عندهم نفس الكوانتم نمبر، بس هاي اللي تعرفوه منه. ايونايزيشن هذا من شرحناه بالتسميه، تذكرون مال الميتال، ان الميتال يكون اما انيون او كاتيون. الكاتيون باختصار هو شنو؟ يكون شحنته موجبه، والانيون باختصار يكون شحنته سالبه. وشرحتها باول محاضره، قلت لكم انه الاشاره الموجبه معناها شنو؟ الإشارة الموجبة معناها خسر إلكترونات، اتبرع بالإلكترون، lose إلكترون اللي هو منه كاتيون اللي يصير إشارته موجبة، فمعناها هنا خسر إلكترون أو اتبرع بالإلكترونات. الإشارة السالبة معناها حصل إلكترونات، اكتسب إلكترون، يعني gain إلكترون. هذا الأنيون هذا الكاتيون موجودات بالهوم ورك جايبتهم الدكتورة، كاتيون الأنيون. أنا دي يوضح مخطط يوضح الأنيون والكاتيون. عندنا هنا هنا شنو الاكسجين؟ يقول الاكسجين ليش عليه اشاره سالبه؟ لان اكتسب زائد 2 الكترون. هسه هنا ايش كم الكترون عنده بالمدار الاخير؟ عنده 6. اذا تلاحظون هنا اكتسب وحده هنا واكتسب وحده هنا، هياتين هاي وحده وهاي وحده، فبما انه هو اكتسب 2 فنحط له إشارة سالب 2، يعني حصل إلكترونات من غير أتم، فالأنيون معناه نيجاتيفلي تشارج. الأوكسيديشن ستيت هذا نفسه يعني نفس اللي شرحته قبل شوي. يقول ذا إليمنت أوف بورون، يقول هذا البورون ذا تشوفوه، يقول عنده الكونفيجريشن مالته 2s2 2b1، يعني عنده 3 إلكترونات بالغلاف الاخير، يعني فالنس الكترون مالته ايش قد؟ يعني فالنس الكترون مالته 3. يقول عنده 2s2 2b1 configuration، مين عنده 3 فالنس الكترون؟ اذا اللي 3 فالنس الكترون نرسمه. شو يقول؟ يقول اذا خسرهن losing this الكترون، ايش راح نحط له؟ راح نحط له 3 زائد 3، لان احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا نخسر الكترونات نخلي شحنه موجبه، خسرنا ايش كم الكترون؟ 1 2 3، فنحط زائد ونحط 3، فهذا اللي دا يقول هنا، بس تفهمون يعني. هذا مخطط يوضح الكونفيجريشن هذا، ما في شيء. بيوريديكلو اللي هو هذا الجدول الدوري، شوفوه هذا البيوريديكلو. شو يقول البيوريديكلو؟ البيوريديكلو هوريزونتال، عندنا هوريزونتال وفنتريكل. الهوريزونتال هذا اللي يكون بصورة عمودية، هذا كله نسميه هوريزونتال، هذا ان العناصر الموجودة بصورة عمودية نسميهم horizontal، ماشي. الموجودة بصورة vertical اللي بصورة أفقية يعني بالعرض موجودين هيجي، هذول شنو نسميهم؟ جروب أو فاميلي نسميهم، وعندهم نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية. يعني اللي موجودين بالعرض هذول كلهم دا شوفوهم موجودين بالعرض، هذول عندهم نفس الخواص الكيميائية والفيزيائية. مثلا ناخذ مثال الهيليوم والهيدروجين، هذول شنو؟ موجودين في الفنتركل، يعني عندهم نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية، هاي تفهموا منها. فهذا البيرديكلو قلنا متقسم إلى عمودي وإلى أفقي، هوريزونتال وفنتركل. الفنتركل يعني عنده نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية، ماشي؟ هذا اللي نفهمه من نام البيرديكلو. البيرديكلو بيرديك تيبل هذا مقسميه إلى شنو؟ الى ميتال ونن ميتال وميتالويد. يعني هسه هنا عندنا ميتال، هنا عندنا بلش شنو منهم؟
هنا هذول الاثنين ميتالويد نسميهم، هذا ترانزيشن ميتال، هذول نون ميتال اللي هنا، فمقسميهم هم الى ميتال ونون ميتال وميتالويد. الميتال يكون شنو؟ كوندكتر موصل. النون ميتال يكون شنو بور كوندكتر موصل ضعيف. هنا اللوستر وهنا النون لوستر، هذا الفرق بيناتهم. والميتالويد شو يكون؟ يكون عنده انترميديت بتوين ميتال اند نون ميتال، خواص مالته بروبرتي تكون متوسطة بين الميتال والنون ميتال، يعني متوازنة تكون الخواص مالته. هاي بس تفهموها مين. هنا هذا الكلاسيفاي، هذا شارح من المحاضرة الأولى. هذا نقول اتوميك نمبر مالته، وهذا الماس نمبر، وهذا رمز العنصر، وهذا الاسم مال العنصر، شارح همين. لويس ستراكشر، هذا همين شارحه بالمحاضرة الأولى. الجزء الثاني نفسه همين نسخ لصق، شلون نرسم اللويس سيمبل. يعني مثلا عندنا هيدروجين، كم الكترون اذا موجود بالغلاف الاخير؟ موجوده واحد، فهذا خلصنا، هذا اللي هو لويس سيمبل، هذا معناه اللي دي قصدي هنا كله، شلون نرسم اتوميك سيمبل. الالكترون كونفيجريشن همين هذا شارحه بالمحاضره الاولى الجزء الثاني. يقول النمبر اوف بروتون يمثل الاليمنت، كل اليمنت عنده عدد بروتونات معين. هنا يقول الالكترون تمثل الشحنه، والنيترون يمثل الايزوتوب. هاي كلها شارح بيج محاضره بالمحاضره الاولى الجزء الثاني. لويس سيمبل هم نفس الشيء، هنا أنا قاعد يعيده. يقول لويس سيمبل هو الالكترونات موجوده بالفالنس شيل، يعني مثلا هيدروجين عنده شنو؟ عنده الكترون واحد. هذا شنو؟ هذا الالكترون واحد يمثل الفالنس الكترون اللي موجود بالغلاف الاخير. اي مين ما بيشي شيء مهم. هسه نجي الالكترون كونفيجريشن. هسه راح نقسم الجدول الدوري. هسه احنا مو اخذنا هذا الجدول بيوريديكلو، هسه هذا راح نقسمه. شلون راح نقسمه؟ قسمه الى اس بلوك ودي بلوك وبي بلوك واف بلوك. شنو هذولي؟ الاس بلوك يعني شنو معناه؟ يعني الاليمنت اللي منتهي بشنو؟ بالاس. يعني احنا عندنا مثلا الهيدروجين هو عنده الكترون واحد، فنكتبه 1s1، انتهى بيا اوربيتال باوربيتال اس، فهذا نحطه ضمن اس بلوك. اللي ينتهي ضمن الاس نحطه باس بلوك. اذا هنا تلاحظون هذن الاليمنت كلهم منتهيين باس، فكلهم نخليهم بوين؟ باس بلوك. هذا اللي دي قصده باس بلوك. والبقية همين دي بلوك وبي بلوك همين نفس الشيء. فنرجع اس بلوك، هذا شي يكون الكلاي ميتال، هاي لازم نعرفها الكلاي ميتال، ويكون جروب واحد واثنين. يعني شنو جروب واحد واثنين؟ نرجع ال بيرديكلو، هذا بيرديكلو يقول انه المجموعة الاولى والثانية اللي هم هذولي يكونون اس بلوك، يعني ينتهون باوربيتال اس، فشو نسميهم؟ اس بلوك هذولي. ويكونون شنو؟ يكونون الكلاي ميتال، هذا اللي نعرفه منه. نجي على الدي بلوك، الدي بلوك يكونون ترانزيشن ميتال، ويكونون من جروب 3 الى 12. نروح على هذا الجدول، من جروب 3 الى 12 الى 12 هذول شو يكونون؟ ترانزيشن ميتال، ونسميهم دي بلوك. ماشي، هذولي الترانزيشن ميتال. البي بلوك يكونون من 13 الى 18. وين هو الدي بلوك؟ من 13 الى 18 هذول كلهم سميهم شنو؟ دي بي بلوك، ينتهون بالبي ما عدا هذا. ثواني، هذا الهيليوم مو وياهم، هذا ويا هذولي، ويا الاس بلوك ينتهي باس الهيليوم، بينما هذول اللي جوا ينتهون بي بلوك، يبدون من 3 من 13 الى 18. ما عليكم بهاي الثلاثة. نرجع للملزمة، عندنا اخر جروب اللي هو اف بلوك، يكون لانثنايد واستنايد، اللي هم صايرين وين؟ صايرين اللي جوا، هذول الاثنين اللي جوا 17 و 18.
صارين ليجون لانثنايد واستنايد، هذولي الجروب اف، هذول كلهم لازم تعرفون يعني. هنا هذا ذا ايد الحكي يقول البيريدك لو احنا عرفنا شنو البيريدك تيبل والتقسيمات مالته. الجروب جروب او الفاميلي اللي يكونون فيرتيكال، اللي يكونون صوره يعني يكونون بالعرض، هذول شنو نسميهم؟ جروب او فاميلي. هذول كلهم جروب او فاميلي وعندهم نفس الخواص الكيميائيه والفيزيائيه. ويقول الهوريزونتال اللي يكونون شنو؟ بيرويد، اللي هم هذولي وينهم؟ اللي هم هذولي يكونون بالصوره العموديه. يقول ان هم عندهم نفس ينتهون بنفس الاوربيتال، يعني ينتهون هذولي هذول الجروبين ينتهون باس، هذول ينتهون بدي، هذول بي، وهذول ينتهون باف، هذا اللي يقصده بيهم. ف الهوريزونتال والفنتريكال لازم تعرفهم، هذول مهمين. النوبل جاز اللي هم جروب 18، يعني شنو النوبل جاز؟ يعني الغلاف الاخير مالتهم متشبع بالالكترونات، هذا النوبل جاز اللي يقصده. ويكونون شنو؟ انريد، يكون خاملين يكونون. اللي هم وينهم بالجدول الدوري؟ اللي هم هنا يصيرون، هذول كلهم نوبل جاز، الهيليوم، النيون، الارجون، هذول نصيح لهم نوبل جاز، يعني الغلاف الاخير مالتهم متشبع بالالكترونات. هاي الانثنايد والاستنايد نقولهم، يقول من إلمنت 58 الى 71 والاستنايد من 90 الى 103، يعني هذول ما بيهم شيء. بيريودك تيبل، يقول بيريودك تيبل يعتمد، هذا البيريودك تيبل يقول يعتمد على الاتوميك نمبر، هذا البيريودك تيبل البيريودك لو يعتمد على الاتوميك نمبر، ما يعتمد على الاتوميك ماس، ما يعتمد على الكتله، وانما يعتمد على العدد الذري. خاف هذا يجينا بالام سي كيو، فهذا لازم تعرفون البيريودك تيبل، هذا البيريودك تيبل يعتمد على الاتوميك نمبر. ويقول ان الاس اوربيتال being filled the energy level acquired to the period number، يعني هذا ايش يقصد هنا؟ يقصد هنا انه يقول انه احنا متفقنا اس بلوك ينتهون بالاس بالاس اوربيتال، فيقول هنا نمليهم بالالكترونات حسب شنو البيوريد نمبر. مثلا الهيدروجين عنده واحد الكترون فنطي 1s1 فنحط له رقم واحد حسب بيوريد نمبر مالته. قلنا نقسمهم الى هم شنو قلنا؟ ميتال، فهم يكونون الكلايل، عندنا الكلايل والكنايل. الالكلاين هذول شنو الفرق بيناتهم؟ هذا يكون جروب 1، هذا يكون جروب 2، هذا ما موجود بصوره طبيعيه. الاس بلوك اليمنت، وصلنا للبلوكات، هسه ناخذ اول بلوك اللي هو اس بلوك. الاس بلوك اتفقنا هو موجود وين؟ بجروب 1 و 2. يقول هنا أنا S orbital is being filled in the energy level acquired the period number، فقلنا أن إنه الـ S block ينتهون بشنو؟ بـ orbital S، فننطيهم عدد الـ energy حسب الـ period number. مثلاً الـ H موجود بجروب 1، يعني عنده إلكترون واحد period number، فنكتب 1s1 نطي واحد إلكترون هنا، فهذا اللي قصده هنا. الكلاين ميتال يقول هو جروب 1 نسميهم الكلاين ميتال، بينما الالكلاين ميتال اللي هم يكونون شنو؟ جروب 2. الالكلاين ميتال يقول ما موجودين بالطبيعه بصوره نقيه، والالكلاين ميتال الالكلاين يقول ما موجودين بالطبيعه بصوره، ما موجودين وحدهم يعني exit alone، موجودين وحدهم، هذول موجودين بالطبيعة بصورة نقية، هذا الفرق بيناتهم لازم تعرفوه. ال P block قلنا من جروب 13 إلى 18، وهم نفس الحكي ال orbital being filled in the energy level equal to the period number. الأمثلة مثل ما أخذنا أمثلة اثنين، هي اللي هو جروب 17 وال 18. الجروب 17 اللي هو الهالوجينات اللي نعرفهم، كالسيوم والفلور وذن السوالف اللي نعرفهم، وال 18 اللي هو النوبل جاز اللي يكون انريت خامل. قلنا ليش خامل؟ لان عنده
بالغلاف الأخير مالته مشبع بالإلكترونات، هذا يعني ما بي شيء. دي بلوك إليمنت اللي هن ترانزيشن ميتال، راح الجدول اللي هم هذولي الدي بلوك ترانزيشن ميتال اللي يكونون هنا بالنص، هذول ينتهون بدي بلوك فنسميهم ترانزيشن ميتال. أما نفس الشيء يقول دي أوربيتال are being filled energy level equal to buried mass one. ما بيه شيء يعني دي بلوك. الاف بلوك قلنا هم شنو بيهم؟ اللانثانايد واللانثانايد والأستنايد. اللانثانايد قلنا من 58 إلى 71 وهذا من 90 إلى 103. هذا اللانثانايد يكون شنو؟ رير بالطبيعة يعني نادر، هذا لازم تعرفوه يعني ما بيشي مهم. هذا بريد كلور اللي كنا نشرح عليه. هنا أنا يوضح يقول إن جروب 1 و2 اللي هم شنو؟ S، والهنا اللي بالنص اللي هم D، واللي هنا اللي هم P، واللي هنا اللي هم F، لأن هم ينتهون بهذا يعني الأوربيتال. نعم من دي واضح. هنا يقول D P S F.